السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن إزاي نعمل interactive quiz بالباوربوينت. أول حاجة بنبدأ بيها هي سلايد شو. بنعمل حاجة اسمها setup سلايد شو، وبنختار هنا browsed at a kiosk full screen، وبنختار الديزاين بتاعنا. طبعا انا ممكن اختار اي ديزاين على حسب الشكل اللي انا عايز احطه في الاسئله. وبعد كده بنبدا ب فيو سلايد ماستر. ودي بتبقى شاشة النهاية بتاعتي، دي الشاشة اللي بعد ما الكويز بينتهي بتظهر لي. طيب انا بشيل طبعا الاجزاء دي كلها، وبعد كده هوم تكست بوكس. ممكن اكتب مثلا في اخر حاجة في الكويز congratulations، ماشي. بعد كده برضو text box تاني، تحت هنا بحدد ال points، بكتب ال points اللي هتظهر في اخر الكويز. وبعد كده بدخل في قائمة developer، و developer دي بتبقى مش موجودة. لو هي يعني مش موجودة زي كده بجيبها من قائمة file options customize ribbon، وبجيب developer هنا. تمام، لو هي مش موجودة كده بظهرها وادوس اوكي okay. هتظهر لي كده. تمام، بعديها و بختار label، احط الليبل كده مثلا، وبعد كده بتحكم في الليبل من properties name، هيبقى points caption 0. وطبعا الفونت هنا ببدأ اتحكم الفونت بالليبل هنا، ده الدرجة اللي هتظهر لي. بقفل طبعا، بعمل التنسيق بتاعي زي ما انا عايز. طيب هنا ده الليبل اللي المفروض انا بكتب فيه الكود، بدوس دبل كليك عليه هيظهر لي الكود كده. طبعا الكود بيتكتب بطريقة معينة، فانا عشان الوقت مثلا لو انت برضو ما عندكش وقت ممكن تاخد الكود كوبي، هتلاقيه في الديسكريبشن تحت. والكود زي ما احنا شايفين كده بيتقسم لثلاث حاجات، اول حاجه ال correct answer وال wrong answer، وهنا بحط ال points هنا لل correct answer plus 10 لل wrong answer minus 5، وهنا اخر واحده اللي هي reset دي اللي هي بعد انتهاء الكويز ببدا ان انا اعيد الكويز تاني، فبدوس مثلا exit وبعد كده بعيد الكويز. ده كده الكود بتاعي. ولازم اتاكد ان السلايد لاي اوت ديت
الرقم بتاعها 32 وهنا سلايد 14، فلازم اتاكد انه نفس الرقم، يعني لازم اتاكد ان السلايد لاي اوت دي نفس السلايد لاي اوت هنا. فهنغيرها نخليها 32 وبعد كده نقفل كده. الكود بتكتب وخلاص كده، المفروض الكود خلاص الكوركت انسر اتعملت والايه والرونج انسر. ببدأ ان انا اجيب السلايد ماستر، اقفل السلايد ماستر، هيجي لي باوربوينت بقى بتاعي. طيب ببدأ ادخل الاسئلة، السؤال مثلا بتاعي what is، او لا لو هنعمله مثلا choose هيبقى كده what is your name. فطبعا الاجابة هنا تبقى is، وعايزين نحطها في choose. فانا بحط السؤال هنا الاول، بعد كده اجيب insert shape، وممكن اعمل الاسئلة تحت بعض، الاجابات يعني تبقى تحت بعض كده تمام، تبقى مثلا الاوبشنز زي كده، او ممكن يبقوا جنب بعض عادي، يعني ممكن الناس اعملها كده. بعد كده اعمل دبل بحيث انه يبقى ايه قد بعض، يبقى التنسيق مظبوط بتاعي. فانا عندي دول فور اوبشنز، انا مثلا هختار هنا is are am be مثلا، دول ايه الفور اوبشنز بتوعي. انا بس بعمل سيلكت ليهم عشان اتحكم في السايز بتاعهم والكالر تمام، يبقوا كده. طيب انا هنا عملت السؤال، وابدا ان انا اختار الرونج انسر والكوركت انسر. فهنا دي الكوركت انسر، هبدا ان انا اضغط على انسرت اكشن رن ماكرو كوركت انسر. اوكي هنا نفس الكلام بس هتبقى wrong answer run macro wrong، نفس الكلام في الباقي. وطبعا ما ينفعش ان انا اعملهم مع بعض، لازم كل واحدة لوحدها. تمام، فهنا تعال نشوف كده الشو هيظهر لي ازاي. السؤال اهو، و عندي بدوس على الكلمة الإجابة ويظهر لي هي wrong ولا correct على حسب ما أنا حددت. دي ال correct اهي تمام، بيجيب لي الرسالة اللي أنا كتبتها في الكود. طبعا أنا هنا كتبت بقية الأسئلة هنا تمام، وعملت new slide، دي هتبقى البداية بتاعت الكويز، و اختار هنا تكست بوكس. وهنا تحت تكست بوكس هختار او هكتب هنا، ممكن اكتب هنا كده click to start.
نعمل لها هايبر لينك هنا اكشن هايبر نيكست سلايد وفي الاخر خالص نحط اخر سلايد نعمل نيو سلايد هنختار من هوم لاي اوت السلايد اللي احنا عملناها في الاول اللي هي السلايد ماستر اللي هي النهايه اللي هي في الاخر خالص تمام طيب دي هنختارها و نبدا نحط هنا شيب انسرت شيب اكزيت وابدا ان انا احط هنا اكشن اضيف اكشن لل اكزيت اضيف له اكشن هنا ران ماكرو هيبقى ريسيت كده نيجي نعمل سلايد شو كده انا خلصت الكوز بتاعي هبدا ان انا اعرض كده انا خلصت الكويز بتاعي عشان انا جاوبت 2 غلط فاداني السكور 45 على حسب ما هجاوب الاجابات كلها صح هيديني السكور بتاعي في الاخر اللي انا اصلا محدده في الكود بتاعي فدي الطريقة اللي احنا نقدر نعمل بيها الكويز وفي الاخر طبعا اجزات من هنا اعيد الكويز من الاول وهبدأ ان انا امتحن تمام كده الكويز خلص وطبعا لما اجي اعمل سيف للباوربوينت بتاعي بعد ما انتهي من الكويز سيف از واختار الملف اللي انا هحط الفولدر اللي انا هحط فيه الملف اللي يكون ده ولازم اختار الصيغه دي اهي ماكرو انيبلد برزنتيشن بي بي تي ام تمام اختارها وبعد كده اختار اسم الملف بعد كده save thank you so much ان شاء الله باذن الله اشوفكم في الحلقات الجايه don't forget to subscribe to my channel